واحنا قاعدين في محاضرة في الجامعة؟ هي إيه دي خطبة الجمعة؟ واحنا مش واخدين بالنا مثلا أو حاجة؟ ما ده شيء غريب برضه. صح؟ طيب. أنا في الحالة دي أصبح في عندي هنا، ده اللي أنا لك بقى مسألة رأي ورأي آخر. حرية رأي وتعبير طبعا. أهلا وسهلا. طيب، ده رأي ناس متحدثين رئيسيين قاعدين على المنصة، وده رأي حقوقيين. دول حقوقيين ودول حقوقيين. فتحولت الحكاية بالنسبة لي وكأنها خلاف أو اختلاف ثم صعد الأمر فأصبح وكأنه خناقة ما بين طرفين الاتنين ناشطين في الحق الإنساني وحقوق حريات الرأي والتعبير والعدالة الاجتماعية الاتنين هذا الطرف وهذا الطرف طيب سؤال تعال نطرح مجموعة من الأسئلة على سبيل المثال يعني انا بتكلم بجد قبل ما هنقعد نتفرج مع بعض على مجموعه من التغريدات يعني اي ام في الدنيا اي ام ليها حق بجد انها تطمن على ابنها تطمن على صحته تطمن على احواله حلو ده طبيعي ومحدش ينكر هذا الحق بس انا عايز اعرف بجد هل في اي من الدول الكبرى انجلترا فرنسا المانيا امريكا اليابان اي حته اختار البلد اللي انت عايزها مش اللي انا هختارها في حاجه اسمها انا كنت واقف عشر ساعات قدام السور بتاع السجن بطالب برؤيه ابني او الاطمئنان عليه ولو برساله خطيه يعني هو في حاجه كده يعني هل ده حصل في الدنيا فمثلا ايه فنقعد ننادي يا علاء يا علاء فيطلع حد يقول لنا امري فنقول له والله امور يا دكتور فنقول له والله ده انا عايز اطمن على ثانيه واحده بس يا محمد نادلنا علاء من جوه يعني ما هو علاء مسجون بتهم والتهم بالمناسبه وده اللي لازم تلتفت اليه الوكالات اللي بتقول ان احنا وكالات كبيره واحنا ما حصلناش وما الى ذلك واحنا اللي جايبين الديب من ديله واحنا اللي نعلم إيه كل الصحافه اللي موجوده في الدنيا دي المهنيه والموضوعيه الى اخره ما تجيش تقول اصل علاء مسجون بتهم متعلقه بالراي والعمل السياسي نهينا عن التوصيف بانه ايقونه يناير ولا مش ايقونه يناير مش موضوعي هو شايف نفسه كده البعض يشوف كده الاغلبيه تشوف كده والله ما موضوعي كل واحد حر كويس لكن انا بسال سؤال هو متهم بتهم جنائيه ولا متهم بتهم متعلقه ب الرأي وحريه التعبير. ده سؤال مهم جدا. السؤال اللي كان قبله طب ما هو اسهل حاجه في الدنيا ان انا لما بكون عاوز اطمن على حد فبروح بتقدم بطلب وهذا الطلب اسمه اذن الزياره فبنروح ونزور وهكذا. دي نقطه. النقطه التانية. انا هرجعك بس للتاريخ. وانا استاذن في استخدام المصطلح في جزء من التاريخ ده عندنا بقى. حلو؟ علاء عبد الفتاح لما كان والده رحمه الله عليه مريض في المستشفى وكان علاء متهم مدان عليه حكم وموجود في احد السجون في جمهوريه مصر العربيه وطلب علاء عبد الفتاح واسرته واصدقائه بانه اعطاء فرصه لعلاء انه يروح يزور والده وكان الوالد رحمه الله عليه خلاص يعني قاب قوسين او ادنى السر الالهي قرب يطلع فالراجل ليه حق على نفسه يشوف ابوه ده طبيعي نزعه انسانيه طبيعيه يعني دي الفطره وقال انا عايز اشوف ابويا قبل ما ابويا يموت خرج علاء من السجن راح لوالده المستشفى وشاف ابوه حصل ولا هنكذب ونقول ما حصلش اللي بعده الله يرحمه والد علاء أستاذ سيف توفى. علاء ما لحقش يطلب تاني إن أنا ما لحقش يطلب وبالمناسبة لا يوجد في القانون ما يسمح بذلك أو يتيح ذلك. ولكن كان استثناء. عايز أحضر جنازة ودفنة أبويا. خرج علاء وراح حضر جنازة ودفنة أبوه ولا لأ؟ ده سؤال حقيقي ما كل هذا القمع ايه اللي ده سبتوه يطلع من السجن يروح يشوف ابوه يا قمعيين شفتوه يخرج تاني من السجن يروح يحضر جنازة ودفنة ابوه يا قمعيين اللي انا بقوله متأكد انه يثير حفيظة مش بس الاسرة الكريمة للاخ علاء عبد الفتاح